السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. انا النهارده جايه لكم من عند ال ملواني بعروض جديده جدا عشان الجمعه البيضاء. خلاص بقى نبدا عرض جديد. اللي عايز يعرف العروض الجديده يتابعني لاخر الفيديو، في مفاجاه اخر الفيديو وفي موديلات جديده هنعرضها مع بعض دلوقتي. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. معانا بقى استاذ احمد بعروضه اللي معودنا عليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذ احمد؟ معانا عروض جامده جدا النهارده ان شاء الله. طب الله باذن الله. طب نبدا بقى لاخر الفيديو، ما ننساش نعمل لايك ونشترك في قناه التليجرام. ها قناه التليجرام بيخشوا يتفرجوا بس ما بيدوسوش انضمام لل لا انا اشترك يا بنات، لان اي اشتراك اي فيديو هينزل واي عروض هتنزل هتعرفوها من على التليجرام على القناه عندي ان شاء الله. اتفضل. بصوا يا بنات الموديل ده، بصوا هو لونه رمادي، ده اللي انا لابساه، بس انا هفرجكم الاول على لونه الرمادي ده. شايفين شغلها؟ انا عايزه اقول لكم حلوه جدا، ولون الجراي فيها برده خطير. شفتوا الفرنشه اللي فوق دي؟ الكورتين الصغننين حلوين قوي. وهنا في ورده عباد شمس واخده الدراع من ورا ومن قدام، والكم نازل على راحته برده، حلوه قوي. ده كده اللون الرمادي، وفي اللون الاسود اللي انا لابساه. عايزه اقول لكم حلوه جدا في اللبس ومريحه، ومقاسها كبير برده. ده مقاس اكس لارج صح؟ ده اكس لارج يا بنات. بصوا الكم لغايه فين، حلوه قوي. دي الوانها ايه تاني؟ الرمادي والاسود وايه تاني؟ اه البترولي. البترولي، الله جميله. تمام. هي الموديل ده تحفه بصراحه والوانه جميله. ومقاساتها ايه؟ من ميديوم لدبل اكس. من ميديوم. الله، بصوا النبيتي يا بنات مع الاصفر والاخضر، جميله جدا، حلوه قوي. تمام. يعني تلبس لغايه 120 كيلو؟ لا 110. 110 اخرنا 110. 110 تمام. جميله، حلوه قوي. الزيتي في القطيفه تحفه، والاكوا والبني والالوان دي كلها حلوه جدا. يبقى كده في منها معانا الزيتي والموف الغامق يا بنات، والاسود اللي انا لابساه اهو، واللون النبيتي، والجنسي البترولي، والرمادي. في منها ما شاء الله بتاع 7 الوان تقريبا، الوانها حلوه قوي. بكام بقى الموديل ده؟ ده 200 جنيه. ده 200، ده الموديل ده لسه نازل جديد. ده لسه نازل دلوقتي حالا. تمام، حلو قوي. طيب معانا ايه تاني؟ الموديل ده انا بحبه. الموديل ده بصراحه جميل. اه محترم جدا بصراحه. حلو قوي، انا قعدت اتغزل فيه بصراحه المره اللي فاتت من شياكته وحلاوته. بصوا الشغل اللي على الكم. بصوا يا بنات، انا الموديل ده شغل السيرما في العبايات القطيفه بيرفع من قيمتها وبيعلي قيمتها جدا. بصوا الشغل جاي ازاي، انا عايزه اوريكم الشغل على الدراع. بصوا هو ورا وقدام بس يدوي. لافف كده على الدراع، يدوي يدوي، حلو جدا. انا عايزه اقول لكم والله تحفه، حلوه قوي قوي قوي. واللون الكحلي عموما في الحاجات السيرما دي الغوامق فيها بتبقى جميله. الفاتح يا بنات عايز عرايس، خلينا متفقين الحاجات اللي بالسيرما الفاتح فيها للعرايس هيبقى حلو جدا. في صباحيه بتقابلي بيها ضيوفك، جميله جدا. يبقى احنا معانا منها الكحلي. كتير مستنيه الموديل ده، يعني نزل، يعني خلاص اللي عايز يطلب منه موجود ان شاء الله. تمام، يبقى كده في منه معانا الكحلي، الكحلي والاسود والكشمير. تمام. بصوا يا بنات الحاجه زي كده اللي انا بقول عليها للعرايس، يعني الدرجات مع بعض مع بعضها حلوه قوي. واللون الكافيه بس عشان ده جميل. اه جميل فعلا، حلو قوي. بصوا يا بنات حلو قوي. تمام، ومقاسها حلو، مقاسها جميل. اه دي كده ما معهاش حزام؟ لا لا دي لا. في امكانيه لو حبينا نحط لها حزام ولا دي ما؟ اه تمام كده. يبقى معانا النبيتي يا بنات والرمادي والكافيه، وقلنا الكشمير والاسود ايوه الكحلي والكحلي. تمام، بكم؟ دي 200 جنيه برضه. 200 جنيه. احنا عارفين شغل السيرما معروف هنا ب 200، طبعا بره بيتباع باسعار ثانيه خالص. خلينا متفقين ان استاذ احمد معودنا على العروض الحلوه. تمام تمام كده. ده الموديل اللي انت بتبصي. اه بصوا بصوا يا بنات الموديل ده، ده معاه حزام على فكره. بصوا كده، بصوا التفاصيل بتاعه الموديل، ما فيهوش دوشه خالص، هو سيرما بس نازل بشياكته، حلو قوي قوي قوي. للناس اللي بتحب الحاجه السيرما بس شغلها مش كتير، هو واخد من اول العبايه لغايه اخرها صف واحد، وساد وكم ساده خالص وبس كده من على الايد من تحت. عايزه اقول لكم في منتهى الشياكه وحلو قوي، ومعاه حزام كمان. انا ايه بقى نحطه هنا ونحط الحزام عليه. تمام، هو كده كده متصور على مودلز برضو موجود. هسيب لكم اه لينك التليجرام يا بنات، ما ننساش، واللي يدخل التليجرام يشترك في القناه، اوعوا ما تشتركوش. بصوا بقى كده، انتوا احنا هنحط الحزام عليها اهو،
هو موجود على التليجرام على المودلز برضه. بص بقى الحزام اهي، بص الموديل بالحزام مع وسع الخطوه من تحت، هي عامله زي الدريس بالظبط، جميله قوي، وشياكه واستقبال وعرايس. تخيلوا الموديل ده كده لو عروسه بتقابل بيه، عايزه اقول لكم في منتهى الشياكه. انا حابه شغل السرمة قوي عندهم في العبايات مع القطيفه. ده كده اللون البتنجاني ده الموف الغامق. وايه تاني؟ والاسود معانا، والاسود برضو يا بنات، الاسود وفضي وذهبي الشغل اساسي في كل عبايه. هو اللون القطيفه هو اللي بيتغير، الاسود كشمير، واللون العرايسي ده تحفه الحلو قوي، كشمير الكحلي، والكحلي والزيتي، والزيتي طبعا تحفه، والكافيه والجملي. تمام، حلو قوي ده يا بنات. ده الموديل ده برضو ب 200 صح؟ اه 200 جنيه. ده مكمل معانا يا بنات عرض ال 200. احنا كده معانا موديلين سيرما، موديلين اهو، لسه في تاني، في موديل تاني، في موديل كمان. احنا كده السيرما معانا، خلينا عارفين ان هي ب 200. طب معانا ايه تاني؟ الله تحفه برضو، تحفه حلو قوي. بصوا يا بنات هي عامله زي ورده ومفرعه، بصوا الدراع عامله زي ورده كده وطالع فروعها حلو قوي. وبرده الشغل هنا ورده بفروعها، هنا اتنين وبرده اتنين، ونازله بقى ايه على زي السنبله كده على تحت. انا بحب اقول لكم كل التفاصيل كانكم معايا بالظبط بتشوفوا القطعه. لونها حلو قوي وشياكتها جميله جدا، وحركه الكم الورده المفرعه دي برده جايه في نص الكم كده، برده للناس اللي بيحبوا الشغل هادي كده على الكم حلو قوي. طيب الموديل ده الوانه ايه؟ ليها فتحه؟ لا استنى استنى، ده في شغل يا جماعه، في فتحه في العبايه من تحت اهو، جميله جدا حلوه قوي برده. دي الوانها ايه؟ ده الفيروزي الاقوى. اه لا ده مش اقوى، ده درجه غامق شويه. اه حلوه قوي الدرجه دي على فكره يا بنات، حلوه جدا جميله. اه برضو على مودلز على التليجرام برضو متصور، اللي يدخل على التليجرام يتمشى كده في قلب القناه هيلاقي كل الموديلات الاستاذ احمد موريها لنا دي بالوانها كلها محطوطه في بنت لابساها. والكشمير طبعا تحفه، والفتحه من تحت يا بنات ما تنسوش، جميله جدا حلوه قوي. تمام، في الزيتي، والزيتي كمان انت هتفرد كل قطعه؟ اه عادي، مش عايزين نتعبكم معانا. عشان بس الزيتي الذهبي مع الزيتي فظيع. معلش يا جماعه هي كل حاجه حلوه، والله مش قادره اشوف حاجه حلوه وبقولش ان هي حلوه. لا الموديل السيرما ده انا بحبه بصراحه، كل الموديلات السيرما جميله جدا، الزيتي كمان، وطبعا النبيتي مع الذهبي حكايه. اه جميله جدا، جميله جدا 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 بصراحه، حلوه قوي. برده دي معانا عرض ال 200. ده عرض ال 200 يا بنات. طبعا عبايه سيرما ب 200 جنيه دي حاجه ممتازه جدا. في حاجه، في عبايه زي كده بتلبسيها على راحتها، طبعا كل واحده بتشوف اللي يناسب جسمها، دي كده بتلبسيها على راحتها. ومعانا الموديل الثاني اللي هو مع الحزام بتاعه، بتلميه برده على قد جسمك، تخنتي رفعتي معاكي العبايه. فاحنا معانا دلوقتي عرض السيرما كله ب 200. معانا ايه ثاني؟ الله ده بصوا يا بنات هو جاي من هنا كده ملموم ونازل على الخطوه بتاعته واسعه، وشغل الكم بصوا التفاصيل حلوه جدا. وبرده يا بنات مش عايزين ننسى، انا اللي نسيت اقول لكم، آل ملواني كل قطعه عليها آل ملواني. تمام، دي كده الوانها ايه؟ شيء فيروزي، الفيروزي اللون ده جايبينه جديد المره دي، الفيروزي موجود عندكم بس الدرجه دي اغمق منه شويه. حلوه قوي على فكره الدرجه دي، جميله. والموديل نفسه يعني مش عارفه اقول عليه ايه بصراحه، هو حلو قوي الموديل ده، يعني مشهور ومحبوب جدا سواء في الصيف او في الشتاء. بصوا المنظر حلو قوي. تمام، والجملي اه، والنبيتي، والنبيتي والرمادي، والرمادي كل الوانها جميله، حتى الرمادي بتاعتها حلوه قوي. ده كده ده 180، ده كده بدانا بقى في عرض ال 180. تمام، الموديل ده معانا يا بنات ب 180. طبعا قلنا في منه الرمادي والنبيتي والكافي والاكوا والاسود، كل الوانها جميله طبعا، الحاجات دي حلوه جدا. معانا ايه تاني؟ معانا موديل شهد، شهد برضه متاح دلوقتي للناس اللي منتظراه موجود. الموديل ده اصلا مترقع عايزه اقول لكم، يعني زي ما احنا متفقين. بصوا الكم هنا اهو عليه كسر، والاستك اللي موجود تمام، وفي كسر من هنا تدي معاكي برده وسع، ومعاها حزام بتلميه مع الكسر اللي موجوده، يعني عبايه محترمه جدا، وفي تلبسها شيك قوي قوي زي ما احنا شايفينها كده. بصوا كده ده من هنا للكتف للكتف، ده يعتبر اصغر مقاس صح؟ اه ده الميديم، اه ده الميديم يا بنات. بصوا كمان الشغل جاي على ورا برده اهو، ورا وقدام، جايه من الكتاف كده من فوق
حلوه جدا ونازله برضو على دبل كلوش. طبعا القطيفه قطيفه هايدي مطفي ما بتلمعش، دي اشيك قطيفه اللي هي ما بتلمعش، حلو قوي. في معانا كده اللون الكشمير، وفي الكحلي، وفي الكحلي والفيروزي، والفيروزي ده عسلي درجه من درجات الجملي، ده عسلي. ده عسلي تمام. في البترولي، والبترولي، وفي الجملي، وفي الجملي. ايوه الاثنين هم يا بنات جنب بعض، ده الجملي وده العسلي. طبعا العبايه هنا بصراحه مديانه امكانيه ان احنا ايه، بصوا كل الالوان بتاعه التطريز اللي فيها دي، تقدري تحطي اي لون منه على العبايه تلبسيها كطرحه، فهي بتديكي امكانيه ان انت العبي براحتك في العبايات براحتك خالص. تمام. ده بكام الموديل ده معانا؟ ده عامل 180 جنيه. ده 180 جنيه موديل شهد، ب 180 جنيه موديل شهد. طبعا يا بنات اللي يعجبه موديل يعمل سكرين شوت على طول، احنا بنصور وبنقول، وفي برده على التليجرام اعملوا سكرين شوت للعبايه اللي انتوا بتشوفوها وانتوا بتتفرجوا، وبعتوها للاستاذ احمد على الواتس وهو بيتواصل معاكم. طبعا احنا متفقين ان والمندوب وهو واقف بتفتحي القطعه بتاعتك تفرزيها، صح يا استاذ احمد؟ بتفتحي القطعه والمندوب واقف تفرزيها عشان تبقي واخده حاجتك وانت مطمنه. ده موديل اسمه البومبي، صورناه برضه قبل كده وفي ناس كتير منتظره. هي في موديلات كده ماشيه فلازم تتكرر في التصوير، لان هي بصراحه ماشيه. الموديل ده برضه حلو قوي، بصوا جاي من عند الكتف من هنا. انا عايزه اقول لكم مقاسها حلو، دي كده يا بنات مقاس لارج، بصوا المقاس بتاعها حلو قوي وبرده نازله على دبل كلوش، والرمادي بيبقى شيك قوي في القطيفه. تمام. دي كده الوانها ايه؟ معانا الرمادي والكشمير، والكشمير يا بنات، الموف، والموف حلو قوي الموف، والزيتي، والزيتي. بصوا يا بنات هي جايه نص ياقه كده من فوق، بصوا اهي نص ياقه كده عشان تبقى مقفوله عشان طرحتك برضو. تمام. والاسود، والاسود، والنبيتي، والنبيتي، والعسل، والعسل. يبقى معانا الرمادي اساسي اهو تحت، الرمادي والزيتي والنبيتي والعسلي والاسود والبتنجاني والكشمير. بكام الموديل ده؟ ده عامل 180 جنيه، ده معانا في عرض ال 180 جنيه ان شاء الله. تمام. طب معانا عروض تانية؟ لسه مكملين، عروضنا ما بتخلصش. قول لي عروضنا ما بتخلصش. تمام. طب معانا ايه تاني؟ تمام. ده موديل سحر، سحر ولا سحر؟ سحر، سحر. حلو قوي ده. بصوا يا بنات برضو الملواني والمقاس اهو مكتوب، بصوا الشغل كده فرنشة هنا من على السبعة، وبرده مقفول على قد الرقبة، والحزام معاها عشان يلملك المقاس، يعني انت هاتي براحتك ولمي المقاس بالحزام كده. بصي حطي بقى الروبوتات هنا، حطي اللب بتاعك، لمي فلوس، بصي الجيب معاكي بصراحة يشيل يعني، حلو قوي. وبرده الكم اللي على شكل فانوس ده بيبقى حلو قوي، وقستك من هنا تمام. و بصوا والجيبين اهم حاجة، وبتدي بتاخد وتدي معاكي برده في اللبس. ده كده اللون الكحلي، وايه تاني؟ الرمادي، والرمادي ده بقى الدرجه دي جديده. دي ايه؟ ده كشمير غامق، كشمير غامق، الدرجه دي جديده فعلا. بصوا يا بنات حلوه قوي، درجتها مريحه للعين، يعني انا مش عارفه هي كشمير غامق ولا كافي ولا مديه ايه، الدرجه بتاعتها شيك كده حلوه. جميله قوي. تمام. يبقى احنا معانا الكحلي والكشمير قلنا، والرمادي، والزيتي، والزيتي، الكشمير الفاتح، والكشمير، ايوه، النبيتي، والنبيتي، البترولي، الوانه كلها كامله. تمام. والفيروزي ما شاء الله فيها الوان كتير، قلنا الفيروزي والنبيتي والجنسي والرمادي والزيتي والكشمير الفاتح قلنا، والكشمير الغامق. تمام. دي معانا في عرض ال 180 180 ان شاء الله. دي كده يا بنات ب 180 بكل الالوان دي كلها، مفيش عبايه شتوي ب 180 غير عند الملواني بالظبط، عشان هم مصنع كمان فهم متميزين في حته السعر دي. تمام. في كمان يا بنات الموديل ده، بصوا عامل ازاي، انا عايزه اقول لكم حبيته جدا وعجبني قوي، وقلت له انا عايزه اقيس منه. هو هنا كده في استك من على الكم، بص الشغل بتاعه واللون والخامه والمقاس، بصوا كل تفاصيله وكل حاجته حلوه جدا. تعالوا بقى نشوف الوانه مع بعض. ازيك يا باسم؟ بسام. في معانا اللون الزيتي، طبعا الدرجه دي مش موجوده في موديلات تانية شفناها، فالدرجه دي زيتوني شويه او زيتوني. دي حلوه قوي يا بنات. الموديل ده اسمه نغم بقى، عشان اللي يسأل عليه يجي يقول لنا نغم، اسمه نغم. بصوا يا بنات هنا، يا ريت بقى الزبون اللي يجي مثلا المحل يجيب لنا سكرين شوت، بيريحنا بصراحه. سكرين شوت للموديل؟ احنا متفقين يا بنات الموديل اللي يعجبكم اعملوا عليه سكرين شوت، عشان هتبقى اسهل من انكم تقعدوا تشرحوا، لان ما شاء الله الموديلات كتير، احنا بنصور جزء وفي موديلات تانية ما بنصورهاش. ثواني بصوا كمان الموديل هنا عشان مش ملبوس برده ممكن يبقى واضح اكتر ليكم، باستك من هنا وملموم اهو من على الدراع،
طبعا بياخد وضع الدراع زي ما انت عارفة، والموديل كله اهو، والشغل برضو من على الكم دايرن داير، مش هقدر اقول ورا وقدام، لا الشغل كله دايرن داير، كل الكم كده. حلو قوي. يبقى احنا كده معانا اللون الزيتي الفاتح ده او الزيتوني، والبتنجاني تمام، في اسود، والاسود، في اللون الجري، والجري، في النبيتي، النبيتي التحفه، الدرجه دي انا مش عارف، كشمير، كشمير، كشمير. بقى كشمير برضو تمام. الدرجه دي نازله جديده عندكم، انتوا بداتوا تدخلوا الوان جديده، ودي ميزه على فكره، عندهم الوان مش موجوده عند حد تاني. اللون ده حلو قوي فيها برضو، المفروض اللي بسام ماسكه ده والاستاذ احمد ماسكه برضو الرمادي، تحفه حلو قوي. والحركه دي على فكره برضو مديه شياكه اكتر للعبايه، مثلث مش جيرو، دي مديه شياكه كده للعبايه مع الـ مع الموديل بتاع الدراع كده، القصه بتاعته حلوه قوي. بس عايزين نبقى متفقين على حاجه، الزبون اللي هيجي هنا في المحل ياخد قطعه زي ما هياخد 10، صح؟ الزبون اللي يجي بس يجي تبع القناه، تبع القناه يا بنات، ياخد قطعه زي ما هياخد 10 بالاسعار اللي هنقولها في الفيديو. لكن لو هتشحني اونلاين يبقى اقل عدد للشحن 3 قطع، عشان حتى يبقى اوفر ليكي عشان مصاريف الشحن والقصص دي، صح كده؟ يبقى غالي شويه. ده كده بكام؟ ده 200 جنيه. ده عامل 200 جنيه. ده لسه ده معانا في عرض ال 200. دخلناه من المصنع دلوقتي. ده احنا عايز اقول لكم الموديل جه اصلا واحنا واقفين، فراح على طول راح قال لي طب نصوره بقى عشان هو جايب كل الوانه كامله اهو يا بنات، حلو قوي. انا عايز اقول لكم انا حبيته. والله حبيته، حلو جدا. في برضه مكاتب جمله متاح فوري للجمله، وسعر الجمله للكميات 150 قطعه 200 قطعه، ده سعرهم خاص من المصنع. مالهمش دعوه بالمحل ومالهمش دعوه بالاسعار اللي احنا بنقولها دي نهائي. تمام. تمام. يعني في اسعار تانية للي هياخد كميات 150 وشغل، في مكاتب شغاله معانا بتاخد باسعار تانية خالص. تمام. برضو يا بنات برضو يفتح ايوه يعني اللي عايز يفتح مشروع جديد، في ناس برضو بتكلمنا عايزه تفرش محلات، عايزه تفتح مشروع جديد، احنا معاهم. 150 قطعه تشكيل، تشكيل عادي، تشكيل. تمام. احنا في ظهر اي حد هيفتح مشروع جديد، جلابيه كرداسه ان شاء الله. بجد مش عارفه اقول لك ايه، بجد ميرسي يا استاذ احمد. بس برضو يا بنات مش عايزين ننسى ان برضو كل قطعه مكتوب عليها الملواني بالعربي او بالانجلش عشان نبقى متفقين. طيب معانا ايه تاني؟ هنبدا، لا ثواني، هنبدا كده بقى. ايوه، في مفاجاه الفيديو طبعا، اللي مكمل معانا لغايه دلوقتي هيعرف ايه المفاجاه بتاعتنا. عايزين نبدا باول حاجه استاذ احمد، بارودك بقى. الحاجات دي عرايسي جدا، بصوا بقى، بص الشغل، بصوا كده التفاصيل، حاجات بتلمع كده، هي مش كل العبايه بتلمع، هو دانتيل كده على جنب ورد وبيلمع، والجيب حلو قوي، ومعاها حزام برضو يا بنات، فيها استك من هنا يلم، ومعاكي كمان حزام تلم معاكي العبايه، يعني المقاس معاكي واخد راحته. ايوه بالظبط، بصوا دريس، عامله زي الدريس فعلا، حلو قوي. وبرده الكم يا بنات استك زي ما احنا متفقين، تمام. دي كده بصوا كده عليها، قربوا شوفوا التفاصيل اللي فيها، بجد حلوه قوي وعرايسي جدا، جميله قوي. وبرده الملواني برده، وبرده من فوق يا بنات نص ياقه كده ومفتوحه فتحه صغيره. انا بهتم بالحاجات دي علشان الناس بتاخد الحاجات دي للاستقبال، يعني انت هتقابلي ضيوف غربه او قرايبك بتحطي طرحه، فالطرحه كل ما تكون العبايه مقفوله من فوق كل ما انت تحطي طرحتك براحتك، ما انتش قلقانه. احنا كده معانا اللون البتنجاني، ايوه، الجري الرصاصي، والجري، ومعانا الكحلي، والكحلي، النبيتي، تمام، اسود، البني، ده اقوى بقى، ده الاقوى بقى اللي احنا نعرفه، ده ما دخلش في اللون الجديد، بس هو الموديل نفسه رائع، وانا بحب اصلا الدرجه دي كمان. دي الدرجه دي يا بنات منوره كده للعرايس، تحفه. دي يعني على فكره المقاس ده كمان، ده اصغر مقاس، اصغر مقاس ميديم، حلو قوي. المقاس صغير كده، لو واحده رفيعه هيمشي معاها مع لم الحزام، لا جميله جدا. اللون ده عرايسي جدا، انا بحبه. ايه بقى يا استاذ احمد؟ فجأة طبعا. طب انا مستنيه. ده ان شاء الله عامل 140 جنيه. ده الموديل ده، لا افرضوا لي ثانيه بس. 140 جنيه. افرضوا لي، عايزين نشوف التفاصيل بتاعت ال 140. مستحيل تلاقي عبايه قطيفه ب 140 جنيه. بص يا بنات. خامه دي. بصوا والله ما يجي ثمن القماش. ما يجيش، لا. ما شاء الله العبايه مطفيه، مش اللي بتلمع، مش الشعبي، الشغل اللي فيها بشياكه، مش راميين شغل وخلاص، لا، واستك من هنا وحزام تلمي والرقبه مظبوطه والدراع باستك، كل التفاصيل اللي احنا بنحبها موجوده في القطعه اللي ب 140 جنيه، وكمان في منها الوان، يعني دي مش تصفيات، ده هم عااملين عروض في كميات بالظبط. تمام، احنا كده قلنا كل الالوان، معانا عروض ثانيه في ال معانا عروض بقى ب 150. 150 تمام، يعني العرض ده معانا 140 وهنشوف بقى حاجات ب 150. تمام، حاجه زي كده.
اه بصي يا بنات، دي شغلها من على الصدر فوق بس كده، برضو شغلها سيمبل قوي. حاجه بسيطه تحت. اه وفي بقى الفستونه اللي احنا متفقين عليها تحت دي برضو عامله شكل كده. وبرضو يا بنات تفاصيل الكم الاستك، وهنا برضو استك من الجناب يلم العبايه معاكي وبحزام اهي. تمام. طبعا اللون الاسود القصيفه مش موجود في موديلات كتير، بيبقى موجود بس مش بالخامه دي ولا بالدرجه دي. ده الاسود الكاتم حلو قوي. ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. ممكن اضيف في العرض؟ اتفضل. بص ده هنخليه 140 برضه. ده معانا في 140. اه هنخليه ب 140 زي اللي قبليه. زي اللي قبليه. دي كده لا، دي كده يا بنات بقى استاذ احمد بيشاور عقله واحنا واقفين. دي كده ب 140 معانا في عرض ال 140. انا عايزه اقول لكم حلوه جدا. يلا عايزين ندمر الاسعار، عايزين نعمل عروض قويه جدا. ايوه عايزين المتابعين يلحقوا يتصلوا، محدش يزعل ان الحاجه بتخلص. الناس بتشوف الفيديو وبتتصل، تجار الجمله بيشوفوا الفيديو وبيطلبوا كميات، فطبيعي انت لما تاخري الموديل بيخلص. فالحاجات اللي عليها عروض دي بالذات بيجي لنا يعني بعدها مثلا بثلاث ايام، انتوا كده بتجذبوا فين العروض دي. الحاجه بتبقى خلصت بيبقى باقي عدد قليل انا بعرضه لها. في ناس ما بتصدقش ان احنا بنخلص العرض يعني ما شاء الله. على فكره العرض لو ما خلصش مش هنبدا في عرض جديد معنا. طول ما احنا بنصور يعني في عروض جديده، يعني العروض القديمه خلصت وبنشتغل على عرض جديد. فبس الفكره دي بس لازم توصل. لا في الحمد لله مصداقيه. استاذ احمد ما شاء الله، بصوا بصوا الشغل موجود قد ايه. وكل الارفف اللي موجوده فوق دي برده شغل متقفل عليه، وتحت هنا وفي ظهرنا الشغل كتير، بس برده ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. الناس بتطلب، فيعني ما تزعلوش مننا. اللي يشوف الفيديو يلحق يتصل ويلحق يحجز. تمام. معانا موديلات ايه تاني؟ احنا متفقين عرضين كده معانا ب 140. ده الموديل ده. اه والموديل ده برده ناكد برده عليه تاني. ايوه اللون الاقوى الجميل حلو. بصوا بقى الاقوى مع الكشمير، والله العظيم اللون ده شياكه قوي قوي قوي، يعني حاجه كده عرايسي ودلع تحفه. وب 140 جنيه. 140 جنيه حلو جدا. خامه درجه اولى، زبده هايدي درجه اولى، عشان في ناس بتقلق وتقول لا ده حاجات وحشه، ده حاجات لا 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 خالص. بصوا يا جماعه عروض، بنعمل عروض للمتابعين بتوعنا بالظبط. بصوا يا جماعه التفاصيل بتاعتها دي ب 140 جنيه حلوه جدا. بصوا الكم كمان، الكم مش ضيق ولا حرده الكم. بصوا على التفاصيل كلها حلوة جدا بجد، عباية محترمة جدا وحلوة زي ما احنا اتفقنا في منها الالوان دي كلها. البتنجاني والبني والكحلي والكحلي والبتنجاني والرمادي والنحاسي والنحاسي. دي درجة دي النحاسي دي حلوة قوي. اه والنبيتي يا بنات والاكوا. الله جميلة حلوة قوي. بصوا الشياكة ب 140 جنيه. 140 جنيه. اه واللون ده مش موجود في حتة تانية. بكام يا جماعة؟ ب 140 جنيه. حلوه قوي. ايوه تمام. طب معانا ايه تاني؟ ايه 140 يلا خلاص هنكمل على 140. تمام. الله بص دي مقاسات بيج سايز، دي اكس لارج كده. دي والله دي اكس لارج واحده. في اكبر في دبل. طب وريني اكبر مقاس عندك عشان الناس تبقى مطمنه. بص يا جماعه ده كده اكبر مقاس ما شاء الله، تحس ان هو زي واخد هو متر تقريبا من البط للبط. حلو قوي. متر. تمام. هو بسام بيقيس ورقه. ايوه متر. بص بقى الموديل ريني، انا بحب النبيتي على فكره، انا بحب كل الالوان. بصوا كده كل تفاصيلها موجوده بشياكتها. كل العبايات دي بحزام برضو، يعني انا عاجبني فيها ان انت تلبسي، هاتي مقاس كبير شويه عنك وخدي الحزام لمي العبايه بيه، انت استفدتي بيها بقى لو تخنتي شويه يعني شاورتي عقلك كده معاكي العبايه مكمله. يعني بصوا برضو يا بنات التفاصيل الكم اهو، الاستك والحزام تمام، والشغل بقى اللي على الصدر دوت، واللولي اللي متنطور على العبايه كده تحفه حلوه جدا. تمام. ده كده احنا معانا منها النبيتي. اقل حاجه برضو 3 قطع. اقل حاجه 3 قطع للشحن. للشحن تمام. المحل اللي انت عايزاه. تمام. تيجي المحل خدي كل محل، خدي قطعه، خدي اللي انت عايزاه بنفس الاسعار اللي احنا بنقولها، لكن هتطلبي اونلاين اقل حاجه 3 قطع. بس اهم حاجه اللي يجي يبقى جاي تبع القناه، يعني عرفنا ان هو جاي تبع القناه عشان في زبائن كتير بتدخل بتسكت. لا نقول يا بنات لو عايزين تعرفوا ايوه الاسعار الاسعار بتاعتنا لازم تقولوا لهم ان انتوا جايين تبع قناه شيماء الجوهري. بالظبط. وما تنسوش اشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو عشان ناس كتير تشوفه وتستفيد بالعروض ديت، ونشترك في قناه التليجرام كمان لو سمحتوا علشان استاذ احمد يزودنا اكتر بالعروض ان شاء الله. ان شاء الله. في منها كمان اللون الاقوى، يبقى قلنا الكحلي والنبيتي والاقوى والاسود
الرمادي والرمادي والبني، تمام، الوانها جميله جدا. اساسي فيها كلها الكشمير، يعني الكشمير مع الرمادي طبعا لايق جدا، ومع البني حلو قوي، ومع الاسود برده جميل، ومع الاكوا بجد ولا كلمه ولا كلمه. الكشمير مع الاكوا يا بنات للعرايس دي ب 150 بقى، تمام. دي كانت معانا اصلا ب 180. كل ده كان معانا ب 180 جنيه. احنا عايزين، احنا عمالين نعمل عروض، بنزود المتابعين بتوعنا، عايزين نعمل لهم عروض، بنجيب عروض جديده وبنعمل عروض، بنجيب موديلات جديده وبنعمل عروض على اللي احنا صورناه قبل كده. تمام، بصوا دي يا بنات الورده الطايره دي جميله جدا، بصوا التفاصيل اللي فيها حلوه جدا، ومقاسها كبير. دي مقاسها كام؟ دي كده لارج. دي لارج ما شاء الله. انتوا بتشجعوا الناس انهم يبقوا براحتهم يعني. بصوا يا بنات بصوا ما شاء الله المقاس قد ايه. دي كده مقاس لارج، انتوا متخيلين؟ ده ميديوم. دي ماشي باين عليها ميديوم، دي باين عليها ميديوم. دي برضو حلوه قوي، اللون الاكوا فيها مع الكشمير مع الاوف وايت تحفه. بصوا يا بنات تفاصيل الكم، برضو الكم طويل واستك، وبرضو القفله فوق نص ياقه كده عشان طرحتك، حلو قوي. وبحزام يا بنات تتلم على الجسم زي ما انت عايزه، ونازله بدبل كلوش، شايفين الشياكه حلوه جدا كده. في منها اللون الاكوا واللون الكحلي والزيتي والنبيتي، تمام، والاسود والبني. دي كده معانا بكام؟ ب 150 جنيه. انا مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده بالعروض الجديده اللي الاستاذ احمد عملها لنا. طبعا احنا كده مكملين في عرض الجمعه البيضاء، وان شاء الله مكملين معاكم في عروض الجمعه البيضاء. اللي عايز يعرف كل العروض يتابعني في القناه ويشترك في القناه ما ينساش، ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. باي باي.